هذه عمليات ايام وانا رمى بين من طبعا بازار مبدعات هو بازار للمرأة، المرأة المبدعة، المرأة دائما في حالة إبداع مستمر، وهذا إقامة هذا البازار هو لدعم المرأة، المرأة اللي ما عندها فد مكان تعرض المنتجات هذه مالتها، فهي عندها طاقات وعندها يعني شغل يدوي، ليش تحتكره وباقي بالبيت؟ وان احنا سوينا هذا البازار حتى كل المرأة يصير عندها مجال تجيب الانتاج الحرفي مالتها وتعرضه في هذا البازار مالتنا وتستفاد من عنده. هي طبعا هوايه تالنت، النقش على الادوات المنزليه باضافه الكريستالات، وتعرف اغلب الالوان الجذابه اللي تجذب يعني عين المشاهد او عين الشخص اللي يجي يشاهدها. اغلبها هي وقت فراغ كلش هوايه نقضي بهاي الاشياء، ونحاول ايضا من خلال مساهمتنا وتجربتنا نشجع باقي النساء. هلا نحن عم نعرض هون منتجات سورية، أكلات سورية، بنعرض فيها شيء من تراثنا السوري مثل الكبة السورية مثلا، عنا اللفايف عم نعملها بكذا موديل بكذا قطعة بكل مدى بحشوة شكل. هذا العمل أكيد حيساعدنا كثير لحتى نحن نوقف على رجلينا ونحاول إنه نحن نقدم لنفسنا، بحيث إنه نحن نطلع من شيء اسمه، حتى بعدين مع الوقت إنه من شيء اسمه لجوء، بحيث إنه نحن نقدم لنفسنا بعيدا عن أي حدا أي مساعدة خارجية. اليوم اجتني دعوة افتتاح بازار عنكاوة، اكيد ادعم هذا الشيء، ادعم الامرأة. صراحة كان بازار كلش حلو، حبيته. كل امرأة تعبت على الشغلة اللي هي سوتها. كل امرأة لازم تطور نفسها، مثلا انه كشيء بسيط وراها اكيد حتسوي شيء اكبر واكبر، لازم احنا ندعمها، لازم احنا نكون وياها. Thank you.